بالنسبة للمصالح الفلاحية تم اتخاذ كل التدابير التنظيمية واللوجستيكية لضمان نجاح هذا الموسم، هذه الحملة التي تكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأن هذا الموسم تم توسيع المساحات إن شاء الله من 88 ألف إلى 100 ألف هكتار، وكذا ما تم اتخاذ تدابير أخرى من خلال توفير كل البذور اللازمة والأسمدة والرفع من كمية البذور في الهكتار حسب خصوصية كل منطقة وحسب خصوصية طبيعة الزراعة إذا كانت مسقية أم لا.